حتى نتعرف على تفاصيل علاج الاكتئاب بواسطة التمارين الرياضية مع الكوتش عيسى شغري. يسعد صباحك كوتش. أهلا بيك. صباحك. صباح صباحك. أهلا وسهلا بيك. نورتنا. شكرا جزيلا لك. بداية كوتش، عارفين نريد نعرف شنو موضوع علاقة الحالة المزاجية والاكتئاب بالتمارين الرياضية؟ على مثل ما نعرف ان التمارين الرياضيه مثل ما لها اثر على الصعيد البدني، اكيد لها اثر على الصعيد النفسي. نعم. واهم هذا اهم هي الاثار اللي هو تحسين افراز بعض النواقل العصبيه كالسيروتونين والدوبامين اللي هم مسؤولين عن خلينا نقول سعاده الجسم، سعاده الشخص وحيويته ونشاطه. فنحن ممارسه نشاط بدني طبعا منتظم، يفضل يكون منتظم لان هذا الشيء بيساعدنا انه نفرز هاي النواقل بشكل افضل. ممارسه نشاط بدني اكيد راح يحفز عمل هاي النواقل حتى يعطينا مزاج افضل وحيويه اكثر. نعم. طيب كوتش، يعني الناس اللي يعانون من الاكتئاب برايك ممكن تنحل هذه المشكله بالتمارين الرياضيه؟ حكما لازم تنحل. يعني احنا عم نحكي بناء على علم، تمام؟ فممارسه التمارين الرياضيه اكيد راح بتساعده على هذا الشيء. خلينا نحكي بنقطة تانية، مثلا شوي خارج الرياضة لازم المحيط شوي يساعده كمان. حتى نحن ما نلجأ للأطباء النفسيين والأدوية، أكيد ما عم نقول إنه ما ضروري تروح طبيب نفسي أو شيء، لا، أوكي بعض الحالات ممكن تحتاج، بس خلينا نحكي الاكتئاب اللي سببه شوي ضغوطات الحياة، ممكن مشاكل عائلية، أي شيء يعني هو نمط حياتنا كلنا يعني موجود عنا، فممكن نحله بالرياضة يعني. نعم. طيب كوتش، ممكن احنا يصير عندنا اكتئاب يعني خلينا نقول مثلا بين يوم ويوم او يوميه، يعني احنا لازم كل يوم نمارس الرياضه حتى هذا الاكتئاب يروح؟ لو بس لما يكون عندنا اكتئاب نقول خلاص احنا لازم لا لا، مثل ما حكيت ببدايه الفقره انه لازم يفضل يكون هذا النشاط البدني منظم. نعم. يعني والله مو انا حسيت شوي مخنوق وتعبان مثلا او ما عندي مزاج لحدا، يلا انزل على الجيم مشان انا بدل مزاجي، لا، يفضل يكون هذا لايف ستايل، نمط حياتنا يعني. نعم. لحتى نحن نكون اقل عرضه لموضوع الاكتئاب والضغوط النفسيه البسيطه اللي مثل ما حضرتك حكيتي انه بتجي بين يوم ويوم. مثلا انا اليوم كثير منيح تمام، ثاني يوم صحيت الصبح ممكن من صحيت الصبح انا مو تمام. صحيح. عندي ممكن امبالانس، هرمون امبالانس، ما في توازن صح. نعم. بالهرمون، ممكن منايم، اكلي شوي مأثر لان التغذيه كمان بتاثر على نمط حياتنا. نعم. فانا من نظم نشاطي البدني هذا الشيء راح يتنظم معي وراح اكون اقل عرضه لمشاكل الاكتئاب. صحيح. مثل ما بنعرف ان الرياضه بتخفض من سبب مثلا هرمون الكورتيزول بالدم. وهرمون ضار، يعني مو ضار خلينا نقول، بس له اثار ايجابيه كثير وله اثار سلبيه ايضا، مثل انه هو بيزيد الستريس يعني، فبقلل الكورتيزول، الرياضه بتقلل الكورتيزول، فنحن اقل عرضه للاكتئاب. نعم. طيب كوتش، يعني احنا بدنا نقول انه الناس المكتئبين شلون يمارسون التمارين الرياضيه؟ احنا اذا نكون ضايجين شويه ما عندنا خلق نروح للجيم. نعم. مثل ما انت ذكرت يعني حضرتك انه بعض الاشخاص يقولون ان احنا عندنا مشاكل خلينا نروح للجيم حتى نتخلص من هذه الاشياء، ولكن بالعكس همين اكو ناس ما تحب تطلع من البيت نهائيا حتى تبقى بغرفه بوحدها. صحيح. هنا شلون هذول الاشخاص نقنعهم انه روحوا للتمارين؟ ما ضروري جيم، راح تفيدكم. ما ضروري جيم، طلع تمشى. كثير منا احيانا بيكون ضايج تعبان طالع يتمشى شوي، ممكن يطلع على مثلا البلكون مال تبع البيت. ايه؟ يتمشى خطوتين ثلاثه، يشم شوي هواء. يحسن الاكسجه، يصفي ذهنه شوي انه شوي بعيد عن الناس. اطلع امشي. صح. امشي يعني. ايه؟ نشاط بدني بالنهايه، ما عم نطلب شيء كثير كبير. ممكن يقدر ينظم هو يوميا مثلا 30 40 دقيقه مشي بس، يعني هي رياضة كثير بسيطة المشي. نعم. أقل شيء عم نحكي، ممكن يروح مثلا مثل ما حكيت، ممكن هو بحالة نفسية ما أنه بحاجة يسمع حدا أو يشوف. نعم. حدا ويحكي مع حدا. ايه. فينفذ رياضة فردية. وبعض الحالات مثلا ممكن تكون الرياضة الجماعية شيء كثير إيجابي له، خصوصا. نعم. مع أصدقاء مثلا باسكت، فوتبول أو سباحة، أو ممكن يعني جيم، يعني في راح يتعاطى مع ناس ممكن جداد الناس يكونوا. نعم. فحالات حالات، ممكن ناس تحب العزلة، ناس تحب لا يكون حواليها ناس أشخاص أكثر. نعم. طيب كوتش، شنو أنواع التمارين الرياضية اللي ممكن نسويها حتى نتخلص من هذا الستريس ومن هذا الاكتئاب؟ تمام، مثل ما حكيت لك أنا بالبداية اطلع أمشي، يعني تصوري إنه اطلع أمشي فهو بس نشاط بدني. نعم. ما في شيء محدد انه ترى لك هاي الرياضه منيحه لك، بتحسن لك مزاجك. هي يعني ماكو نوع معين من النشاط البدني. نعم. رح بيكون له اثر نفسي مثل ما رح يكون له اثر ايجابي على صحه الجسم، مثلا من تحريض الدوره الدمويه بشكل افضل لتحسين عمل النواقل العصبيه، رح بيكون له اثر نفسيه اكيد.
فرياضة محددة من وجهة نظري لا، مهم نشاط بدني، ماشي، ركض، سباحة، لعبات جماعية مثل فوتبول، باسكتبول، أي شيء، جيم، يعني تمارين المقاومة، خلينا نقول بادي بيلدينج، كله منيح راح بيكون لألو. نعم. طيب كوتش، ممكن تكون أيضا اليوغا يعني تفيد بهذا الشيء هواية، لأنه إحنا نعرف إنه هي تكون بالطبيعة، مثل ما قلت أنت ذكرت إنه لازم يتنفس هواء. نعم. وشوية يكون بهدوء وراحة، وخاصة يعني دائما اللي يمارسون اليوغا يكونون مثلا بارك، حدائق عامة، قاعد وحده، فممكن يستفاد من هذه الرياضة أكثر. اليوغا من أفضل الرياضات اللي بتقلل الستريس تماما، لأن مثل ما حكيت يمكن نقدر نمارسها بالخارج مثلا، فنحصل على نسبة اكسجي أفضل. أيه. فكل ما كان على نسبة الاكسجي أفضل رح بيصير عمل الدماغ أنشط. نعم. تمام؟ فكتير وجهة نظرك حلوة ومقبولة، شكرا أنك نوهتي عليها، يعني أنه اليوغا ومكان يكون مثل ما نحكي يمكن بارك، ممكن شاطئ، شيء يعني أي شيء. نعم. ممكن حتى بالجيم، بس يكون جو الجيم، يعني هلا بالجمات في عندك أحيانا بتشوفي صالات مخصصة لليوغا مثلا. ليش مخصص لليوغا؟ لأن إلها حالة خاصة، لازم يكون فيها أكسجي صح، كل الرياضات تحتاج هذا الشيء. مالتها يكون يختلف تماما، إلى غير ترتيب كاملا يعني. صح. طيب احنا اليوم معناته ما نروح الدكتور النفسي يا كريستينا، ما نروح للدكتور؟ لا لا، ما نروح للدكتور. ما نروح للدكتور، معلش، في نقطة لازم نحكي عنها. مثلا احنا رحنا لعند طبيب نفسي، ممكن تكون الحالة شوي متقدمة بموضوع الاكتئاب، نضطر لانه ناخذ بعض الادويه مثلا. وكل شيء له سايد افكت. نعم، اكيد. تمام. الا الرياضه ما لها سايد افكت اذا اشتغلناها بشكل مزبوط، وكنا مع اخصائي واشتغلنا صح، ما راح بيكون عندنا سايد افكت، بالعكس احنا راح نحصل نتائج ممتازه جدا. نتائج الصعيد البدني مثلا، انت من اي شخص فينا بس يكون جسمه مرتب ومعدل ولابس شيء مبسوط فيه هو قبل الناس، انه ما الناس تقول له حلو او لا، هو اوريدي راح بيكون فعلي. عنده كونفيدنس كثير عالي، انا ثقتي بنفسي عاليه فعلا. وين ما رحت وين ما اجيت انا كثير عندي ثقه بنفسي. أكيد. فما بنحكي بالايجابي، ما ذكرنا شيء سلبي للرياضه اذا كانت بشكل مدروس طبعا. نعم. تمام. فنحن بالادويه وبالعقاقير الطبيه حكما عندنا سايد افكت، عندنا اثار جانبيه ما ممكن ما نشعر فيها مباشره بسنوات قادمه. بس هم يعني اكيد كوتش اكو حالات هي تحتاج انه تزور الطبيب. طبعاً. يعني احنا بدنا نحكي على الحالات البسيطه اكيد، اللي ممكن الرياضه يعني تفرحها تغير من نفسيتها. حتى الاشخاص اللي يجون للجيم بعد فتره لما يشوفون انه جسمهم بدا ينبني بطريقه حلوه، نفسيتهم تتغير، مثل ما ذكرت انت، يعني راح يكون عندهم ثقه بنفسهم اكثر ويحبون هذا الشيء ويستمرون عليها. هلا مثلا انا حكيت انه مو تنتظر انا حسيت بالضغط لانزل على الجيم، لا تنتظر هذا الشيء، حاول تخلي الرياضه اسلوب حياتك، انت اقل عرضه بكثير. ممكن هذه الحاله اللي حكيت عنها تكون متقدمه بحاجه طبيب، ما نوصل لها حتى، يعني نكون حاله بسيطه، هي بس نزلت على الجيم غيرت. انا احد الناس بصراحه راح بحكي هاي عن حالي، وانا هسه والله رديت اقول لك يعني كوتش انت نفس الشيء، يعني هم انا لايف ستايل حياتي وطبيعه عملي كمدرب رياضي. انا بتمرن تقريبا يوميا، موعد تمريني حتى حاول محدد موعد تمرين اللي هو بين التنتين الظهر وثلاثة الظهر، بحسه كثير وقت مناسب، يعني من ناحيه الهرمونات الجسم بحاله استقرار جيده وبليفل كثير كويس ونشاط حلو، عدد وجباتي افضل قبل وبعد التمرين. فانا بعد التمرين احسن من انا قبل التمرين اذا بدك تتعاملي معي. تمام. الغالبيه يعني هيك، يعني ماكو توتر، ماكو قلق، ماكو ستريس، حكما ماكو بعد التمرين الاعصاب. مرنت هذا. عملت بامب بالعضلات، حسيت دورتي الدمويه افضل. نشطت ذهني اكثر. انا كثير يعني ريلاكس خلص. صح. يعني بعد اي شيء يصير عندي كريستينا اطلع اركض. هلا انت بس اركض يعني حتى اي طيب ستريس. طيب كوتش، يعني احنا ذكرنا مثلا انه التمارين الرياضيه فعلا تكون مهمه للشخص اللي حاب يغير ويغير من طاقته وهذه الاشياء. نعم. يعني بس خلينا نحكي همنا، يعني اليوم التمارين الرياضيه، يعني اكو اشخاص دا يجون حتى يتمرنون بس لسبب الاكتئاب. يعني احنا دائما متعودين انه اي شخص يجي للتمرين او يتدرب هو حاب يصلح من جسمه، ولكن اكو اشخاص دا يجون على مود انه هم يصلحون نفسيتهم وعندهم اكتئاب. قبل 3 ايام تماما اجاني شخص للجيم، عنده مشكله نفسيه، اثر شيء عائلي صار عنده يعني، فدخل بحاله نفسيه بحاله اكتئاب، توصل بالنهايه لطبيب نفسي بصراحه، وعم ياخذ ادويه اكتئاب. نعم. انتي ديبرشن. فبس الدكتور بالمرحله الاخيره نصحه انه لا، لازم نعمل رياضه. نعم.
بدا الدكتور مثلا خلص له الكورس العلاجي وبدا يخفف الدوز تبع الادويه، عم يخفف الدوز ما عم يقدر عم يقدر يطلعوا من الحاله. نعم. لانه الدوزات لها يعني مثلا ليفل معين بده يرجع الدكتور يشتغل فيها صف اختصاص. نعم. بس ما حسب ما حكى لي انه نحن بلشنا نخفف دوز الادويه وبعدني انا مو كثير منيح. نعم. فهون الدكتور بلش يدور على اشياء غير الادويه، فخطر بباله اول شيء خلينا ننزل جيم، سوي رياضه، عمل رياضه. أكيد. فعندي شخص مثلا انا 3 ايام تماما وصغير بالعمر بصراحه 21 سنه. نعم. ايه فخطيره هاي المرحله، خطيره 21 سنه. طبعا احنا دائما يعني وياك نتعرف على يعني اشياء جديده بالرياضه. أكيد. يعني الاكتئاب وغيرها من المشاكل دائما كل حلقه وكل مره تجينا. نعم. نحكي عن موضوع مميز فعلا نكون مطرقين الى لاول مره. أكيد. شكرا لك، شكرا لك، نورتنا جزيلا، نورتنا، شكرا على هاي المعلومات اللي قدمتها، اكيد فادتنا وفادت المشاهدين. شكرا. شكرا.